كون كان دابا موكل شي محامي وقرر يتابعكم، الموضوع غيكبر بزاف وغتكون فيه متابعة بتهمة الضرب وحوايج اخرين. أشهد القانون سيدي. عارفة صعوبة مواساة الضحايا، أنا فاهمك مزيان. الوضع راه معقد شي شوية. واش أنت بخير؟ أنا راه فاهمك. الوضع معقد شوية، هادشي علاش عتي قانون غيكون صعيب بزاف. حنا غنديرو اللي في جهدنا، هادشي اللي كتقولو للضحايا، وتحاول تخفف عليهم. بلاتي أنيسا كانغ، تسنى شوية. شكرا بزاف على كل شيء، فرحت حيت عقلت عليه. الموضوع ما كانش سهل نهائيا. سلامة. جويون، قولي لي علاش ما قلتيش ليهم بلي انتي محامية؟ انا كنت السبب. القضية دفاع عن النفس. واش وقعت لك شي حاجة؟ لحسن الحظ. علاش وليتي محامية مادام انتي ما قادرة تدافع حتى على راسك؟ عارفة هادشي. واش بغيتيني نضربو؟ معناها صافي، دافعي ليا قدام المحكمة. تسنى، ما بغيتش نتأذى ولا نموت، حاول تفهمني. بمجرد الاعتقال ديالو هو، واخا تكون عندي أدلة على سبب الإصرار، غيعتقلو لمدة 24 ساعة وغيتخرب بأقل من 100 وون. هاد الفلوس ما غاديش تعطى حتى للضحية. كان عارف هادشي حيت أنا محامية. هادشي علاش ما كبرتش الموضوع. بصح هادشي عباد كبير. هادي نهاية العالم بالنسبة لبعض الناس، ويقدر يكون بسيط بالنسبة للناس الآخرين. هادي طبيعة القانون. أكيد غتكون كنتي مدين ليا في حياتك القديمة. يعني مرة أخرى عتقتيني، غنرجع لك الجاكيت المرة الجاية. سلامة. فين غتمشي؟ صاحبتي ساكنة قريب من هنا بزاف، غنرجع لدارك وما تخافش. التاريخ غيعاود راسو، ارتكبت خطأ كبير بزاف في حقك، وهذا الشيء كان في حياتي السابقة.